غاديش نفوتها. طبعا شنو هو السؤال؟ كيفاش خرجتي لهنا بوجهك؟ ما كاينش علاش غادي نتخبى، كنقولها وكنعاودها لانه كيتخبى ملي كيكون شي واحد داير شي حاجه. الحمد لله ما درناش وما غاديش نديرو شي حاجه اللي خايبه وتعاكس الضمير ديالنا وخرجنا للعلن باش هاد راه كنقولها وكنعاودها باش هاد الظاهره يتحد منها وبارك علينا من هاد الممارسات. عيب وحشومه نبقاو نشوفوا هاد الشيء وشكرا. قال لك الشيء ان هاد الشيء كيأثر على النظام الجامعي في المغرب؟ هادشي ما كيأثرش طبعا، هادشي ما كيأثرش غير على الجامعه المغربيه وانما كيأثر على المغرب كامل وخارج حتى خارج المغرب، لانه ملي كيحصل واحد الشخص على واحد الشهادات اللي فارغه يقدر يتوظف بها حتى خارج المغرب. واش تغيرات عندك الصوره بالنسبه للحرم الجامعي؟ طبعا تغيرات كليا، لانه ملي كتكون تشوف واحد الوضع ملي كتكون كتشوف الجامعه بواحد التصور وكتتفاجئ. انا ما كنعملش الجامعه، حنا شفنا اساتذه كيتضرب بهم المثل، حنا ما كنعموش. كاينين دي بروف تماك ونعم الاستاذ، ما تقدرش حتى تطلع في عينيك هكا، ولكن هذا النوع راه قضى وسخ الحرم الجامعي بزاف، ولينا كنتعرضوا للاهانات بسبب هاد الناس حتى بسبب بعض الطالبات. تبارك الله عليك، جاتكم الجرأة باش انكم تخرجوا للعلن، ما حشمتوش زعما؟ ماشي قلتوا لا علاش غادي نحشموا؟ درنا شي واش عندنا شي جرم، عندنا شي فساد، عندنا شي حاجه؟ الا عندنا شي حاجه واخا تا ممكن نحشم انا، ولكن ما عنديش علاش غادي نحشم. ما درتش شي حاجه. هذا النوع ديال الحشمه اللي عندنا حنا هو اللي كيخلي الناس كتزيد تمادى في الجرائم ديالها وفي كتزيد اكثر واكثر، كنبقاو طالعين درجه لانه علاش كنبقاو نحشمو نحشمو باش اننا نخرجوا للعلن، ولكن نديروا شي حاجه خايبه ونتخباو. راه هذا هو المشكل ديالنا حنايا، ما كنواجهوش المشكل كظاهره اولا كمشكل ونعالجوه، ما كنقلبوش على الحل، كنرجعوا نقلبوا على المشكل ونقولوا لا راه هي اللي دارت ودارت، عوض في الوقت اللي خصنا نلقاو الحل كنرجعوا للمشكل وكنعاودوا نناقشوا المشكل. مجموعه ديال الطالبات كيتعرضوا لهذا الشيء ولكن كيسكتوا، قولي لهم انت. فهذيك حريه شخصيه وانا كنحترم الرغبه ديالهم، كله كيفاش كيفكر. لقيتي شي مؤازره ولا ديال الوزير؟ طبعا عندنا مؤازرات. كيفاش جاتكم تقول ديال الوزير اللي انا قلتها وغنعاودها؟ انا كيجيني هذيك التدوينه، كتجيني تدوينه تشجع الاستاذ، ماشي اي استاذ، كنقول الاستاذ اللي مارس هاد الرذيله انه يزيد يعاود كثار منها ونزيدو نشوفو مازال هاد الشيء مازال لقدام. هاد العمل اثر على المسار ديالك الدراسي؟ اثر على المسار ديالي الدراسي، لانه هاد الشيء كامل داير على المسار ديالي الدراسي. واش مازال القضاء اختي باش يسكم ويخدم؟ انا عندي ثقه في القضاء، وحتى لو ما كانش انصاف في الارض ففي السماء موجود. الحمد لله تلقينا ناس واعيين ساندونا نفسيا ومعنويا، صراحة ما تخلوش علينا وزادوا شجعونا أكثر، والله يجازيهم بخير من هذا المنبر وأنا كنشكرهم. شنو رسالتك للطالبات؟ الأساتذة بخصوص اللي كيمارسوا هذا العمل المحرم قانونيا؟ رسالتك للأساتذة اللي كيمارسوا هذا؟ انا ما نقدرش نقول لهم، انا بالنسبه لي المريض ملي كيكون مريض واخا تعطي له رساله ما غاديش يستفاد منها، لانه هو ما واعيش بداك التصرفات اللي كيدير نتيج داك الشيء عن ضغوطات او لا ممارسات تعرض لها الصغار ديالو، هي اللي كتخليه يتصرف هكا وهو ما واعيش بهذا الشيء اللي كيدير. دابا انا ما باغاش لهم عقوبه وانما خاصهم علاج هاد الناس، لانه كاينين بزاف الناس التنشئه ديالهم هي السبب في اي حاجه كيديروها، والضغوطات اللي كيتعرضوا لها في الصغر ديالهم كيمارسوها مازال على اجيال واجيال. مازال غادا تشقي الطريق ديالك والطموح ديالك في فصل المستوى الدراسي؟ اكيد ما غاديش نوقف، الحمد لله غادي نكمل، حتى لو غادي نكملوا في الجامعه هذيك الجامعه وغادي ناخذوا الدبلوم ديالنا بالرغم من على اي واحد، وحتى لو ما توفقناش في هذيك الجامعه غادي نمشيو لجامعه اخرى، وغادي ولا ما توفقناش في جامعات اخرى غادي نمشيو لمدارس خاصه وغادي نقراو وغادي نوصلوا. اكيد حتى شي واحد ما غادي يوقف في الجداره والاستحقاق ديالنا. شنو رساله الشكر اللي تبغي توجهها للعفو للجمعيات اللي وقفوا معاك والاساتذه؟ لو وجهت لهم حتى عيت في الشكر ما غاديش نقدر نوفي لهم حق هذا الشيء اللي كيديروا معنا، لانهم بصح ناس بصدق
عندهم واحد الغيرة على بلادهم وعلى الوطن ديالهم وعلى أبناء الوطن ديالهم، وهاد الغيرة ديالهم هي اللي مخلياهم يدافعوا على بنات الناس، كيعتبروهم بحال بناتهم. وهاد النوع ديال الناس قليل بزاف، خصنا نحترمهم. بالعكس، أنا بالنسبة لي هاد الناس اللي القرارات ديالهم تحترم.